حضرة السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد الخاص والاستثنائي من برنامجكم في البرلمان. في الحقيقة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد ككل وخاصة مؤسسة البرلمان، ارتأينا أن يكون هذا العدد الخاص من داخل استوديوهاتنا المركزية. البرلمان كما تعلمون يعيش على وقع تجاذبات سياسية وتشنج لا نريد أن نكون طرفا فيه، ونريد أن نبقى على نفس المسافة من كل مكونات البرلمان، ونرجو أن يكون الأسبوع القادم هادئ ويعود الهدوء إلى مؤسسة البرلمان حتى نصافحكم مرة أخرى من داخلها. قبل أن نبدأ في النقاش بالنسبة لهذه التغطية الخاصة وقبل أن نستقبل الضيوف، أريد أن أستقبل مراد وسرحان ونبدأ بهذه المساحة الحرة التي تعودنا عليها. مرحبا بكم مراد وسرحان. مرحبا، أهلا وسهلا. في الحقيقة مراد، ونحن نعد هذا البرنامج غيرنا الموضوع 3 مرات، يعني تسارع للأحداث مكوكي ونسق ما مش متعودين به، ويمكن أول مرة في تونس. كيف عشت هذه الأحداث وهذه التطورات وكيف تراها؟ اللي عشناها الأيام وعلى الأقل في الآونة الأخيرة بصراحة مشهد مخيف، مشهد سريالي. احنا بين اللحظه واللحظه نسمع بتكتل او تحالف وتغيير موقف، لهذا غير ممكن. البلاد لا تتحمله، خاصه انه عندنا مشاكل اجتماعيه متراكمه. عندك في الكامور، وعندك قطع طرقات، وعندك ناس ما عندهمش يشرب الماء، زيد النخبه السياسيه اللي انتخبها الشعب في الخريف الفائت، شوف منها ذاك الصور. فين مش تقودنا المشاهد هذه؟ العنف يولد العنف، وهذاك علاش نقول لك مشهد مخيف. متى تعود هذه النخبة السياسية في جزء منها باش ما نعممش إلى رشدها ويكون صوت العقل والحكمة؟ لأن البلاد في حاجة إلى الهدوء وننتظر الهدوء. وأعتقد أنه سرحان ذاك المواطن المرابط المرابط في المجلس مش يجيب لنا أخبار سارة. شو أحوالك سرحان بعد قضية 8 ساعات في البرلمان؟ أنا والله تو ينطبق علي التوصيف نتاع عائد من بؤر التوتر. البارح عديت 8 سوايع في المجلس، خايف للدوله تصنفني كاس برلماني. حتى بعض الاصدقاء نصحوني قالوا لي لازمك تعمل حجر صحي اجباري بالدار على الاقل جمعتين من زمان، فماش من تخلص شويه من الترسبات نتاع الفوضى البارح. نعملوا جمعه سرحان، لانك ستعود ان شاء الله معنا للبرلمان في الاسبوع القادم. ان شاء الله احنا ماذا بينا البرلمان يرجع للهدوء نتاعه، والاروقه البرلمان ترجع للهدوء، لانه حبوا نرجع نصوروا في نفس الاستوديو. ديجا مراد توحش السيوده الموجودين في الاستوديو، اليوم ما حبش يصور، قال لما تجيبوا لي السيوده ان شاء الله يرجع البرلمان للهدوء ان شاء الله، لانه البلاد فيها كما قال مراد، البلاد فما العديد من الملفات المفتوحه اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه، ما عندناش مكان ومساحه للخطا حاليا والتوتر. لازم البرلمان يرجع في اقرب وقت للهدوء نتاعو، عندنا الكثير ما ينتظرنا. نرجو ان يعود البرلمان للهدوء نتاعو، ولكن بصراحه المشاهد اللي صورتها التلفزه التونسيه بصفه حصريه باش نعديوها تو لا تنبئ بذلك في الوقت الراهن، مشهد مخيف. خلينا نشوفوا الصور ونعود للنقاش مع ضيوفنا. Thank you.
بدون تعليق بصراحة، يعني مشهد مرعب مخيف. باش ما نكونوش قاسين على ديمقراطيتنا الناشئة، راو مشاهد مماثلة ومشابهة في برلمانات أخرى يعني أجنبية وأكثر منا عراقة في الديمقراطية، ولكن نتمنى أن يعود الهدوء لهذا البرلمان. أستقبل إذن السيدة سميرة الشواشي، النائبة الأول لرئيس البرلمان. مرحبا بك سيدة سميرة الشواشي. مرحبا بك سيدة هدى، يعيشك. وأيضا أستقبل السيد مبروك كرشيد، نائب مستقل. مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. سيدة سميرة الشواشي، كان في الحلقة الأولى من برنامج في البرلمان وكالة سرحان للتصنيف الحلبية صنفتك في التوب 5 متاع أكثر الشخصيات هدوءا ورصانة في ظل ما يحدث الآن في البرلمان. هل ممكن تتسرب عدوى الهدوء والرصانة لكل مكونات هذا البرلمان؟ والله نتمنى قبل كل شيء نحب نهني المشهد الإعلامي بعودة هدى الزغدودي للعمل الإعلامي. الحقيقة المشهد افتقدك، لأنه العقلنا ربما نحتاجها في كل المجالات. نحيي بطبيعة الحال ضيوفك السيد نائب المحترم سي سرحان سيد مراد. أنا هو هذيك المشهد الطبيعي اللي من المفروض يكون، يعني المجلس النواب هو النخبة التي انتخبها الشعب، اللي حملها الشعب التونسي آماله في أن يتحقق له معناها الأهداف متاعه اجتماعية واقتصادية وسياسية بطبيعة الحال كل ما له علاقة بالديمقراطية وبالحريات. لكن عندما يشوف النخبة هذه متشنجة فبطبيعة الحال هذه الصورة غير سوية. هيك علاش نقول أنا الحمد لله إذا كي صنفت بالهدوء، الهدوء لكن مش معناه الهدوء السلبي المستسلم، لا. الحقيقة بحكم معناه الخطة اللي أنا فيها واللي بطبيعة الحال يلزمني نكون في خدمة كل النواب وعلى نفس المسافة من النواب مهما اختلفت معناه آراؤهم، الفيصل بيننا هو النظام الداخلي، هو القانون. إذا الناس الكل طبقت والتزمت بالقواعد اللي اشتركنا الناس الكل كمجموعة معناها وطنية أو الدورة النيابية اللي فارطة أنه تكون هذيك قواعد النقاش والحوار بيننا، فبطبيعة الحال أنا ملزمة بتطبيقها وقناعة مش حتى معناها إلزام. وبطبيعة الحال نتمنى أنه ما فيها من هدوء على اختلاف العائلات السياسية اللي موجودة أنه يكون هو السيمة السائدة على المجلس. نائب مبروك كرشيد، أنت نائب مستقل، وبصراحة منذ بداية الدورة النيابية حسينا فما ضيم لهؤلاء النواب المستقلين، خاصة أنه فما البرلمان مرتهن بين مكون أو مكونين، كتلة وكتلتين، وحرب اللوائح. كيف تنظر أنت نائب المستقل اللي عندك أكيد عندك برنامج تحب تعمل في هذه الدورة؟ شكرا. شوفي أنا سعرونا نعتبر البرنامج هو ولدنا، البرلمان هذا هو ولدنا، ما نكونوش زادة غلطين برشا في التصنيف، لأن التكثيف للحالة الانقسام اللي عطي عليها الشارع التونسي وقع داخل البرلمان. تكثيف يعني الحالة مكثفة لحالة انقسام وقع في الشارع التونسي، والتجاذبات هذه نقلت إلى البرلمان، والثمرة الانتخابية التي وقعت هي الثمرة الموجودة حاليا في البرلمان. يلزم نقولوا هذا، يراو أنا عندنا مثل نقولوه، ملس من طينك في ظلك، لكن ما جابرو ما يجي كاسكاس في الجنوب عندنا الفخار. ألور احنا هذا راهو يلزم نكون واقعين مع بعضنا، هذا ثمرة ما انتخبه التونسيون، بالتالي يلزمنا نصوبوا الوضع العام حتى نلقى نتيجة أفضل. البرلمان يعني انتخبه 3 ملايين تونسي أو 2 ملايين واش ما يقارب، فما مليون ضاع في الانتخابات ما عندوش تمثيلية، ومليون نصف فقط اللي هو عنده تمثيلية داخل البرلمان من جملة 7 ملايين تونس. يعني هو تمثيل بأصله بالتدقيق نشوفه الأرقام هو تمثيل ضعيف. هكا علاش تو نشوف التوانسة اللي ما صوتوش والتوانسة اللي مش ممثلين والتوانسة اللي تشوكوا من نتيجة تصويتهم، كلهم الآن في حيرة من أمرهم ويعتبرون أن البرلمان لا يمثلهم. والحقيقة هك الغياب متاع 5 ملايين ما مشاو صوتوا، هك المليون اللي ما عرفش يصوت على الأقل وما مشاش في الاتجاه الأكثر إيجابية وضاع، خلى الفراغ موجود ويشوفوا هالحالة اللي هي حالة متاع كآبة. احنا الوضعية متاعنا مضاعفة، لأن احنا مش مشاهدين فقط من الخارج، احنا موجودين من الداخل.
ساعات كي تتصور على كل حال أنك تمشي في اتجاه إيجابي لفاية البلاد، تلقى أن التجاذبات محاولة الاستقطاب الثنائي داخل البرلمان، يعني وأنا مش أحكي لك حكاية حلوة كان سمحتي، يعني يحكوا على رجل تزوج مرأتين في التاريخ، واحدة اسمها حانة واحدة اسمها مانة، واحدة تحب يكون عنده لحية كثة وسوداء والأخرى تحب لحيته بيضة، يعني واحدة تسبق واحدة تنتف اللحية. قالوا له شنو وضعك؟ قال هم بين حانة ومانة ضاعت لي حانة. احنا وضعنا الإنسان اللي يحب يقدم في داخل البرلمان بين حانة ومانة ضاعت لي حانة. هذا للأسف الوضع الدقيق لما هو عليه الأمر في البرلمان. نحسك سرحان تبت الدخل في هو التوصيف، يعني صورة جميلة جدا اللي قدمت مبروك. أنا حبيت فقط عندي تعريج كرونولوجي على الحكاية. أنا شخصيا عشت تقريبا توترات الكل اللي صارت من 2012 لتو، فما توترات كبيرة صارت في فترة المجلس الوطني التأسيسي، فيها توترات صارت في عند تقديم مقترح قانون تحسين الثورة، توترات صارت في مناقشة الفصل 167 للقانون الانتخابي اللي فيه تحسين الثورة، توترات صارت أيضا عند المصادقة على الدستور، فما توترات كبيرة صارت في المجلس الوطني التأسيسي، أهمها توترات اللي صارت عند اغتيال الشهيدين شكري بالعيد محمد البراهمي. أيضا المجلس الماضي صارت فيه توترات خاصة في مناقشة مشروع قانون المالية متاع 2019، التمديد لهيئة سيام بن صدرين، صارت الكثير من التوترات والإشكالات. لكن التوترات الحاصلة حاليا أعتقدها أنه أكثر خطورة، لأنه المشهد في تلك الفترة من 2012 حتى 2014 ومن 2014 حتى 2019 كان المشهد واضح والاستفافات كانت واضحة. الآن الرؤية الضبابية تماما، وحتى التوتر فما استمرارية زمنية لهذا التوتر، يعني ما نشوفوش توتر في جلسة معينة وبعد ينخفض منسوب التوتر ونرجع للعمل العادي. هذا التوتر يوميا وكل أسبوع، وحتى إذا نتعديه أزمة في الأسبوع سيرة. هذا الإشكال إذا كان تجاوز اعتصام حالي وتوتر حالي في الأسبوع القادم عن اعتصام آخر وتوتر آخر، يعني المشهد هذا يعني مشهد ضبابي، ما فماش استفافات واضحة، ما فماش يعني ما تنجمش تقرأ حتى المستقبل المشهد البرلماني شنو. على المدى المنظور مراد حسب رأيك كيف يمكن أن نتجاوز؟ يعني ما نجم نتجاوز إلا بالهدوء والعقل والرسم، وعلى الأقل نستحضر تاريخنا. البلاد فيها من العقلاء، مش معقول أنه كتلة تحتج وتوقف أشغال جلسة متاع مرفق بالنهاية مؤسسة سيادية، كتلة أخرى تستعمل إلا الهستيريا هذا كأسلوبها، نواب لا يستبطنون إلا العنف، يعني دورة 5 أشهر أو 6 أشهر ما ترى إلا حرب اللوح. أين برامجكم؟ كيف أقنعتم الناخب أنه صوت لكم في ذات خريف 2019؟ ماذا تريدون أن تصيبون؟ ماذا تريدون من الناس اللي نخبوكم أن ينظروا لكم اليوم في الشارع؟ كيف ستحلون المشاكل؟ يعني ما أعتقدش أنه حتى فصت الناس هذوما اللي هم عنصر عنف، أعتقد أنه في معقلة حتى محيطهم. وأنا في حضرة نائبين، نائبة الأولى عندها تاريخ سياسي يعني مرت بكل المراحل، والنائب سي مبروك، يعني عندكم دورة، عند دور أنه تأثروا المسألة حتى إذا كان مش خارج فضاء البرلمان حتى من داخل البرلمان. إلى متى؟ خليني نرجع للسيدة سميرة الأشواشي. ماذا حدث البارح في مكتب المجلس هذا حتى رحلت يعني كل هذه المشاكل لمكتب المجلس؟ يعني كيف كان النقاش؟ يعني هل يعكس ما يصير داخل قبة البرلمان؟ رحلت بطبيعة لأنه مكتب المجلس هو الموكول له، معناه تنظيم سير المجلس وتطبيق القانون داخل المجلس وإعداد العمل ورزنامة العمل داخل المجلس. تناول النقاط التي أحيلت إليه بطبيعة الحال ما وقع، معناه فما تعطيل الجلسة العامة وهذا لثاني مرة، وجلسة البارح كانت جلسة كنا ننتظرها أن تكون مميزة لأني جلسة انتخاب محكمة دستورية. نعم. وبعد ما الكتل توصلت إلى حد كبير معناها من التوافقات على الأشخاص، معناها كانت خطوة مهمة جدا. هذا كل عينه لمكتب المجلس بطبيعة الحال ما يمكن إلا أنه يدين ما وقع، مع احترام كل طرف في الاحتجاج، لكن على أن يكون الاحتجاج هذايا ما يعطلش دولي بالدولة، لأنه راو نقولوا مجلس نواب الشعب، نقولوا معناها السلطة من السلطة الثلاث المشرعة، وهذايا معناها الحقيقة عينه مجلس النواب. وبطبيعة الحال كل ما النقاط العادية متاعته التشريع، لأنه ننطلق دائما من رزنامة تشريعية، عمل المجلس في الأسبوع القادم مثلا كيف سيكون، إحالة مشاريع قوانين. أنا معاسي مراد يقول نعم، يعني هنالك خيبة، والخيبة هذه
ما نجموش ننكروا انه الناخب وقت اللي يشوف شاشه التلفزه ويشوف الناس اللي انتخبها في الوضعيه هذه فما خيبه، لكن هذا ما نكونوش معناها مجحفين في حق المجلس والسيد النائب هاو معني حاضر معايا. مجلس النواب في الاشهر القليله معناها اللي بدات بها تو المده النيابيه هذه في دورته الاولى، عدد من حيث عدد نسق الجلسات ومن حيث نسق الحوار ومن حيث عمل اللجان وانكبابها على المشاريع الحقيقة خليط نحل، وهذه تعمل معناها عمل ممتاز، ونحن نحييه السيدات والسادة النواب اللي في إطار اللجان وإعداد معناها التشريعات. لكن الصورة للأسف، الصورة اللي تجي يوم الجلسة العامة يغلب عليها ربما التجاذب السياسي، الصورة وذيك اللي ترسخ في الأذهان يعني للأسف. نعم، هنا ربما نحن نحاولوا أنه ننسبوا هذا ونقولوا للمواطن التونسي لا، راك البرلمان اللي أنت انتخبته راهو اهتماماته وانكباباته على المشاريع اللي عندها علاقة بحياتك اليومية، بحياتك معناها حياة أولادك، مستقبلهم، كل ما هو تشريع اللي هو مهمتنا ودورنا الرقابي، المجلس راهو قائم به. يعني الصورة هذيك نحاولوا، هذايا معني كيما يقول توا سي مراد وسي سرحان، دور كل نائب اللي مر بتجارب. انا مريت بتجربه الحوار الوطني اللي نعتبرها مدرسه، انا تابعت الحوار الوطني من اول جلسه الى اخر جلسه، وتابعت جلسات الحوار الوطني من اللي افتتح التاسعه صباحا وصلنا للاربعه متاع الصباح معني بطريقه متواصله، وكنا نصل الى لحظات نقولوا انتهى، سيقع الانفجار والفشل اللي يصير في الحوار سينتقل إلى معناها حرب معناها مادية في الواقع، لكن الحمد لله دائما كانت هناك عقل يرجع للهناء. واليوم دور البرلمان هذا ما عندناش خيار آخر، هذه معناها نتائج انتخابات وإرادة شعب، حتى في جزء منها كيف ما قال السيد النائب أنه مش ناس كل مشيت انتخب. لكن اليوم أنا كي نشوف الصورة الجميلة اللي وراك سيدة هدى، مجلس نواب الشعب، هذا المقر المهم، نذكره حتى اللي ما يعرفش نقولوا له، هذا راهو ثاني أقدم مقر مورس فيه الحكم في تاريخ البشرية بعد الويستمنستر. نعم. في إنجلترا. نعم. يعني حتى في أشد معناها الفترات ثورة، قامت ثورة وسقط نظام، وكانت انتظارات معناها الناس اللي قامت بالثورة انتظارات كبيرة في نظام جديد، والاستمرارية تمت في إطار القانون. مرينا بفترات أصعب، مؤسسات كانت مهددة والدولة كانت مهددة، لكن فما استمرارية تمت في إطار دستور سقط بفعل التاريخ، معناه صار ثورة عليه، لكن أمن الانتقال لمرحلة ما بعد. هذا يلزمنا نذكر به ونقوله مهما ساءت الصورة الآن، معناها يلزم يكون عندنا أمل وإرادة خاصة أنه نتجاوزوا هذايا. أنت حكيت على الحوار الوطني، أنا حبيت نسأل النائب مبروك رشيد، بصراحة النظام، أنت حكيت على النظام الانتخابي، ولكن النظام السياسي هل هو نظام برلماني ممارسة وواقعا؟ خاصة خليني نقول لك علاش الحوار الوطني وبعد جات وثيقة قرطاج وغيره، رأوا أنه المبادرة ترجع دائما لرئيس الجمهورية، المرحوم بيجي قايد سبسي أرجعها إليه عندما أراد أن يغير الحكومة بوثيقة قرطاج، وكانوا في تلك الفترة كنا منتشين بالحوار الوطني وجائزة نوبل للسلام، فكان هناك مكان للحوار، وأسفرت وثيقة قرطاج عن حكومة أنت كنت فيها في 2016. اليوم الرئيس الحالي السيد قيس سعيد هو أستاذ قانون دستوري، فهو أيضا أرجع المبادرة لرئاسة الجمهورية عن طريق الدستور. نحس أحنا هنا اليوم أنه النظام بصراحة ممارسة ليس نظاما برلمانيا. شكرا. شوفي احنا أنت المواضيع اللي طرحتها مزود هذوما جوهر الموضوع فيه اللي يلزم نكون واضحين فيه ونقشوهم بكل صراحة، وعلى التونسيين أن يعرفوا أننا وضعنا قواعد لعبة سيئة لإدارة الحكم في تونس. هذا هو التوصيف الأبسط، قواعد لعبة سيئة لإدارة الحكم في تونس. وأنا حبدي منعتي الأمثلة، يعني إحنا التوانسة نلعبوا الخربقة، نصبة الخربقة اللي تعملت للتوانسة عن 2014 نصبة خيبة ما تأديش إلى نتائج به. وهذا القراء وانتم سبحين، يعني هم يعرفوا الشارع التونسي يعرف الخربقة ويعرف النصبة متاع الخربقة كيفاش تتعمل له. إذن
قواعد اللعبة السياسية التي قامت في تونس كانت خاطئة، والدليل عليها ما يلزمش نستقبوا 20 عام و 25 عام باش نعرفوا اللي احنا أمام دستور لا يمكن أن يلبي الاحتياجات السياسية للمواطن التونسي. أولا فما إهدار للسلطة في تونس، فما تفتيت السلطة وإهدار، بغض النظر يعني هو عام 2014 رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان من حزب سياسي واحد، مش مشكلة توا معنا، ولكن فما إهدار للسلطة. صلاحيات رئيس الجمهورية غير واضحة، متى يسترد المبادرة متى لا يستردها. رئيس الحكومة أيضا معناها نعطيه في النص كل الإمكانيات، ولكن في الحقيقة لا يستطيع أي رئيس حكومة مهما كان ناجعا أن يدير وزاراته بطريقة سليمة. ما نجمش غير وزير إلا ما يرجع للبرلمان، ما نجمش يعمل حد شيء إلا برقابة ورقابة لصيقة ما تعطيش هامش حرية. أيضا رئيس البرلمان بين الآن اللي قادر يلعب دور حتى خارج، هاك تشوفوا أنت في الوضع الحالي والمشاكل التي وقعت نتيجة هذا الدور. كتشوفي الجهات وتشوفوا الجهات، الوالي شنية صلاحياته، المعتمد شنو صلاحياته، رئيس البلدية شنية صلاحياته. رئيس بلدية حاول أن يمنع رئيس جمهورية، أو قل على الأقل امتعض من قدوم رئيس جمهورية إلى دائرته البلدية دون إعلام، تذكر هذا صار في تونس. بالتالي هالسلطة اللي جينا عام 2014 كأن نريد أن ننتقم من 60 عام، في عوض أن ننتقم من انحراف انتقمنا من السلطة في حد ذاتها. ربما فما انحرافات شديدة، وأنا كان موقفي أن فما انحرافات في السلطة طيلة 60 عام وكنت في المعارضة، ولكن لا يعني هذا أن نهدر السلطة، لأن السلطة هي التي يمكن أن توصلنا إلى تنفيذ البرامج وإصلاح حاجيات الناس. هذا في المبدأ. اثنين، أضفنا اللعبة السياسية السيئة لعبة انتخابية أسوأ. إيش عملنا؟ جينا لنظام انتخابي، اخترنا نظام انتخابي يعني بأفضل بواقي، وأصبحنا نشاهد 250 صوت و 270 صوت في البرلمان، وصوته أعلى من إنسان عنده 30,000 صوت. وش عملنا في هذا أفضل بواقي هذا؟ وصلنا به إلى نتيجة؟ ما وصلناش به إلى نتيجة. كل يوم أذهان التونسيين تشتت أكثر، وكي تشتت أفكارهم وتختلف المشارب متاعهم يجيبوننا برلمان مفتت. كي يجي برلمان مفتت ما عادش قادرين على الحكم، لأن كل واحد يشعر بأنه هو عنده نفوذه داخل السلطة وداخل البرلمان. بالتالي أنا كشاهد قبل كل شيء، أنا شاهد على السيستم الداخل في الوزارات، عملت من أكثر وزراء عملوا، أنا عملت عامين ونص وزير، بالتالي من وزراء اللي عملوا مدة بعد التغيرات مقارنة بالوزراء اللي تبدلوا كل ست فاست فود الوكل السريع متاع الوزارات حكومات عامين ونص وزير مشهد الشهرية الروا ذاية تواصل فخفة شهري احسبوا له الايامات خارج الكوفيد. اثنين، والان شاهد على البرلمان اكبر زوز مؤسسات هي السلطه التنفيذيه الحكومه والبرلمان. مع القضاء نعرفه في المحاماه، الزوز انا شاهد عليهم السيستم فست وما ينتجش، ويلزمنا نغيره بهدوء وبعقلانيه وبرصانه قواعد اللعب السياسية والانتخابية حتى نتصل إلى سلطة ناجعة. مش ممكن نبقوا بسلطة غير ناجعة. يمكن في ظل كل هذه التجاذبات أن نغير الآن في هذا البرنامج؟ أنا هو مقترحي. تفضل سي مبروك، هو استفزنا بالحديث خاصة عن الخربقة السياسية، لأنه مفهوم هو فما زوز مفاهيم استفزوني أنا شخصيا، مفهوم الخربقة السياسية لأنه مفهوم مهم جدا، واللجان اللي كانت تحكي عليهم السيدة سميرة حاجة مهمة جدا نحب نعلق عليهم، لأنه اللجان في فترة من فترات كانوا خلية نحل كما قالت السيدة سميرة شويش، لأنه كانت فيهم عمل جبار، وكان الإشكال الأساسي في البرلمان هو الجلسة العام. وشنو المشكل في الجلسة العام؟ أنه هذه الجلسة تنقل على المباشر، والنواب كيلقاو نقل على المباشر يولوا يسيحوا برشا وتتوتر الأجواء، وكأنهم هم يعتقدوا أنهم يرسلوا في رسائل إيجابية بالتوتر الحاصل هذاك. الإشكال اللي طاحت فيه اللجان شنو؟ أنه اللجان هي في حد ذاتها أصبحت تنقل على المباشر، وهذا خلى ثم نقلة جذرية داخل اللجان. من اللي بدأت اللجان هذه تنقل على المباشر أصابتها عدوى الجلسة العام. يعني وكأنه النقل المباشر ولا مشكل بالنسبة للبرلمان، والتوتر الحاصل داخل اللجان وداخل قاعة الجلسات العامة أنا نحب ننبههم راهو يصبح توتر اجتماعي بشكل مباشر. هذا فيما يتعلق باللجان. فيما يتعلق بالخربقة السياسية راهو مفهوم يعني مهم جدا. أنا نعتقد أنه نضم صوتي لصوت سي مبروك، أن احنا حاليا نعيش في مفهوم الخربقة الرئاسية مش خربقة برلمانية، لأنه تقريبا منذ المصادقة على الدستور التونسي الجديد ونحن نعيش في نظام رئاسي وما عشناش النظام البرلماني تماما. خلينا نذكروا العبيد شوية،
راهو الحبيب السيد جابوا رئيس الجمهوريه، هو كرئيس حكومه، يوسف الشاه جابوا رئيس الجمهوريه. الفتره الوحيده اللي كنا نجموا نعيشوا فيها نظام برلماني معدل او نظام مختلط كما يقولوا دستورين وفق النص الدستوري هي فتره حبيب الجملي. حبيب الجملي تم اسقاط الحكومه اللي اقترحها البرلمان ورجعنا لياس الفخفاخ اللي هو اقترحه رئيس الجمهوريه. يعني نحن منذ المصادقه على الدستور الى غايه الان نعيشوا يعني شكلا في مستوى النص نعيشوا في نظام مختلط، لكن في مستوى الممارسة نعيشوا في نظام رئاسي، وباش نكملوا نعيشوا في نظام رئاسي باعتبار أن الفقرة الثالثة من فصل 89 تحيل المبادرة السياسية للسيد رئيس الجمهورية اللي هو باش يختار الشخصية باش يصادق عليها البرلمان، لكن رئيس الجمهورية هو عنده كلمة الفصل في اختيار السيد رئيس الحكومة، وباش يقعد رئيس الحكومة رمزيا مرتبط بالسيد رئيس الجمهورية، ولن يقطع الحبل السياسي بينه وبين رئيس الجمهورية مثل ما فعل الياس فخفاخ، وباش نلقاو زوج سلطات بعاد على بعضهم سياسيا وواقعيا نعيشوا في نظام رئاسي، نصيا وقانونيا نعيشوا في نظام مختلط. مراد يريد أن يعلق، تفضل مراد. أعلق أنا حتى على البرلمان، البرلمان أصلا نشأته البشرية ولا فكرت فيه لإدارة صراعات. خلافات بهدوء، مش البرلمان هو لإدارة صراعات وكأنك في الشارع. أولا، اثنين، الصلاحيات اللي عند البرلمان الآن، ولو أنه هو كل واحد كيفاش يفسر الدستوريين باش يلطفوا العبارة يقول لك مختلط، وثم دستوريين يقول لك واستثنت القانون الدستوري يقول لك نظام هجين غير قابل حتى للتلحين أصلا، وزيد خرج لك هذا المشهد الفسيفسائي. يعني على شنو نعوله حتى نغير هذا النظام الانتخابي في المرحلة النيابية القادمة؟ وهذا موكول للنواب باش ما تخرجش نفس يخرج نفس المشهد. على الاقل نعملوا على الممارسه السياسيه، على دور مضاعف من النواب انهم يحكموا العقل والهدوء حتى ولو زملائهم خرجوا على السياق. صحيح كما قال سرحان وقالوا النواب انه الرئيس فعلا وكان في نظام رئاسي، ولكن الرئيس بيده يحكم فيه البرلمان. شو صلاحيات الرئيس في دستورنا؟ عنده هذه صلاحيات الامن القومي والخارجي. صحيح يمكن لانه الحكومه تحبيب الجملي في هذه العهده البرلمانيه ما تعادت، ولكن فعلا بالنهايه حتى كان الرئيس اختار رئيس حكومه اللي راه هو الاقدر سياسيا، ونرجو انه ما يصيرش او ننتظر تمشي اخر حتى ما تعادش نفس النتائج كما صار حكومه الياس فخفاخ، ولكن الان ثم دور اكبر للبرلمان، صلاحياته كثير. صحيح تقول لي هو يرفض ولكن لا يفرض، صحيح، ولكن نعول على الممارسه السياسيه، حتى نعول على الممارسه السياسيه هنا نحيل انه لازم نقلوا من التجاذبات من الايديولوجيا، نمشيوا للافكار والمقترحات والبرامج، الصراع يكون على مقترحات وبرامج وافكار مش على ايديولوجيا وخلافات. وكنا نعرف مراد اللي الدوره النيابيه الحاليه تميزت بحرب اللوائح، يعني وصلنا الى نهايه هذه الدوره بلائحتين، الاولى كانت لسحب الثقه من رئيس الحكومه و يعني قطع طريق عنها بعد ما تم إيداعها في مكتب الضبط، استقال رئيس الحكومة، ولكن هناك لائحة أخرى دخلت أيضا إلى مكتب أودعت بمكتب الضبط، لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان. خلينا نشوف بعض التقرير. احنا كنا واكبنا يعني حملة جمع التوقيعات على هذه اللائحة ونعود للنقاش. معلش تأملوا من أنه من توقيع تفوت 73؟ نعم، مش نعملوا المعدل نتاع الحاكم، هذا كانت من بعد اللعب من بعد، احنا حاجتنا بالمعدل نتاع الحاكم انه مضمون ان شاء الله مضمون، انه الامضاءات نتاعنا مديناهم وغذيناهم وسلمناهم الكتلة تحية تونس السي مصطفى بن أحمد باش لقانا أمورنا شفافة وواضحة، خاطر نحبوا كيما نقولوا اللعب على الطاولة، ما نلعبوش على الطاولة. احنا قاعدين نجمعوا خاطر ثم برشا نواب ماهمش موجودين خاصة في الجهات باش يلتحقوا بينا، ووصلنا قريب أكثر من 73 إمضاء تقريب، وقاعدين نحاولوا ندعموا أكثر من هكا. بالنسبة لسحب الثقة من رشا الغنوشي، احنا قلناها قبل نهار اللي يستوجب الأمر كونه الناس كل تتفق حول بديل بما فيهم حركة النهضة، بديل للسلطة في وسط البرلمان، وقتها يصير حديث، لكن اليوم صراع ايديولوجي أكثر منه صراع في مصلحة الشعب في مصلحة الدولة التونسية.
الحقيقة عجبني ما قاله النائب مصطفى بن أحمد، نفركسوا في معدل يعني متاع الحاكم. النائبة سميرة الشواشي ونائبة رئيس مجلس النواب، هل تعتقدين أنه هل العشرة متاع الحاكم باش نوصلوا لها يعني في وصلنا في بالنسبة للإداعة لمكتب الضبط أما فما الجلسة العامة؟ شوف، هو الساعة اللي تخلينا نتفقوا أن هذه ممارسة ديمقراطية صحيح. مهما تكون معني شوبة من شيء هي معناها حاجة ممتازة وحاجة ما نشوفوا فيها في حتى دولة معناها شبيهة بينا، يعني كممارسة هي من حق النواب أنهم يقدموا لائحة، معناها أي لائحة من أي موضوع كانت، ولائحة سحب الثقة من سيد رئيس مجلس النواب. بطبيعة الحال هي لائحة قدمت كما قال سي مصطفى معناها المعدل 73، لكن بطبيعة الحال فما مسار تمشي مسار. فيه فما لائحة أخرى، لائحة كتلة الحزب الدستوري الحر، يعني بطبيعة الحال فما جلسة عامة، والجلسة العامة هي التي معناها ستحسم هذه المسألة، مسار عادي ودرس به في الديمقراطية ناخذوه الناس الكل، وبطبيعة الحال توا موكول عليهم هم للإقناع أو للعود معناها لأني تسقط في الجلسة العامة. هذا هو، شوف اللوائح أنا ما نشوفش فيها إشكال طالما في إطار الدستور وطالما في إطار القانون وطالما لوائح نمارسوا بها الديمقراطية ونمارسوا بها معناها الحياة العامة. في نهاية الأمر هذا هو دور الأحزاب ودور الناس، طالما ما هيش لائحة تقسم الشعب التونسي وإلا لائحة تضع البلاد في نقاش معناها ثنائي أعتبره عقيم وما بيش يوصلنا حتى شيء، يعني ما فماش حتى مشكل في هذايا. الممارسة الديمقراطية تستدعي هذايا. احنا الأيامات القادمة داخلين في معناها الاستعدادات معناها لاحتفالات بعيد الجمهورية، لازمنا ديما الحاجات هذه نذكروا بها معناها. والجمهورية شنية؟ الجمهورية تقوم على الانتخاب والرأي الأغلبي مع احترام الرأي الأقلي، يعني هذه هي الديمقراطية نقبلها كما هي. إذا كانت فما انحرافات بطبيعة الحال الدور هنا النخبة والناس معناها اللي أمنها الشعب التونسي على مصالحه يتدخل ويصوب هذا الانحراف. متى كانت الممارسة هذه مقبولة فبطبيعة الحال كل شيء مسموح به. النائب مبروك كرشيد، أنت من النواب القلائل خلينا نقول، خاطر احنا المتأمل في الموقعين على اللائحتين سحب الثقة من رئيس الحكومة وسحب الثقة من رئيس البرلمان، نلقاوك أنت موقع عليهم زوز يعني اللائحتين، تريد أن تسحب الثقة من رئيس البرلمان وأيضا من رئيس الحكومة. هم مسارين مختلفين، يعني مسار رئيس الحكومة مسار ومسار رئيس البرلمان مسار ثاني. وأنا أشاطر الرأي اللي يقول أن رئيس الحكومة كان عليه الاستقالة باكرة، كما حبش يستقيل جات العريضة من نهضة، جات من قلب تونس، جات من غيره. أنا بالنسبة لي ما يعنيني هو موضوعها، إذن أنا وافقت على هذا الموضوع وعندي الشجاعة الأدبية كي تبدأ فكرتي متعلق بأمر أصبح من الماضي، وجوده كرئيس حكومة أصبح من الماضي. المسألة الثانية هي مسألة رئيس البرلمان، بالتالي هذا مسار، مش معناها كما قريت البارح واحد من الكتل يقول فما أشخاص أمضوا منه ومنا، احنا أمضينا لأن عندنا قناعات، مش أمضينا لأن نصطفوا. كان حب الاصطفاء فتو نشد خانة معينة ونبدأ نطلق النار العشوائي على الناس الكل. أنا طالما أنا فكرة تنفع تونس مشيت فيها في الأول. الفكرة الثانية أيضا أعتقد ونقول بكل وضوح، أنا ما صوتلوش الغنوشي وما نصوتلوش، ما صوتلوش ولا نزمخ شريع، ما هيش مثرم في موضوعي أنا، لأني نعتقد أنه، لكن يا أخويا احنا ما صوتنا لكش وعطيناك عام تجربة وما حبيناش نحكم عليك مع عبير. نهرت لي عبير قدمت من ربع ساعة الأول وقالت أي إجوا صوتوا عليه، احنا قدام الشعب التونسي ما نحبوا نظلموا حد، ربما رأينا يكون غلط أعطيناك فرصة. الآن بعد عام ماذا وقع في البرلمان؟ من أحد أسبابه السيدة النائب بن عفيها لأنها عندها واجب التحفظ وأنا نحترم موقعها ونقدرها، وديما كيف كي نكلمها وهي تبدأ ترأس الجلسة يقول أختنا نقدروك ونحترموك وهذا موجودة ونخطبها بلغة، هو المفروض الكلكم تحترموا بعضكم الكل، هي يعني هي أختنا ونقدروها ونحترموها معناها. لا نقدر، انا عمري ما قلت لواحد كلمه مش هاي، يعني تعرف عمري من نفلسف. يعطيكم الصحه صحيح. حتى السيد رشد الغنوش نقول له سيد رئيس الجلسه سيد رئيس البرلمان نتحدث معاه بكل احترام والمفروض طالما انه هو مثل اراده ناخبين. نعم. لكن الان عندي سؤال نسال، وانا ما عندناش عدويه عندنا نجاعة. السيد رئيس البرلمان مع احترامي ليه والتوجه اللي انا نختلف معاه 180 درجه،
نقول له راه التجربة أيضا أثبتت أنك أنت ما كنتش عنصر إيجابي في فض الخلافات اللي يقوم به كبير العائلة. ما هو رئيس البرلمان شنو هو؟ كبير العائلة لبون بير دو فامي، هذا هو دوره الأصل. بالتالي كنشوفه احنا التقييم، اولا صارت لنا مشكله نتاع 11 مستشار الان موجودين في ديوان السيد رئيس. انا رئيس انا الديوان بيدو معناه مش مقتنع به طبق القانون الداخلي. القانون الداخلي يتحدث على مكتب مجلس ويتحدث على اليه مكتب المجلس. اثنين نلقوا روحنا في مشكله على تركي ملحيط شد. ثلاثه على مشكله الوطيه أو في لحظة ونسى. ورابعا يعني نقحم أنفسنا في صراعات مؤدلجة بمية في المية. لو كان توا العملية ما فيهاش أديولوجيا وكان شخص كما مدام سميرة ربما معنا هادية رئيس برلمان ربما برشا مشاكل شافوها التوانسة ومحبوهاش رانا نتجنبناها. بالتالي البقعة الحساسة مع شخص عنده تكثيف أديولوجي كبير وعنده موقع الحزبي الممتاز وربما يكون صالح لتونس في مواقع أخرى. سي الغنوشي برشا مرات عمل مواقف إيجابية هدى بها الوضع في تونس ونشكره عليها. أما وجوده كرجل على رأس البرلمان الحقيقة احنا ما صوتنا لوش، ولكن بهدوء وبكل عقلانية وما نمسش مشاعر الناس يصوتوله. نحترم كل الناس في الناخبين التوانسة، نقولهم التجربة ما كانتش إيجابية. باللي حبيت نسأل سرحان زميلنا سرحان، أنت بصراحة خبير في البرلمان، خلينا نقول توا الحقيقه بالحق انه رئيس البرلمان لازم يكون لو بون بير دو فامي. هل صدقا يعني هل هيئت الظروف لرش الغنوشي خلال الدوره هذه انه يلعب هذا الدور؟ اولا خلينا نقول انه رشد الغنوشي بصفته رئيس البرلمان موش اول رئيس برلمان يتم التفكير في سحب الثقه منه. يعني سبقوا من نحكي من 2012 حتى 2020 سبقوا مصطفى بن جعفر، تم التفكير في سحب الثقة منه تقريبا في أوت 2013 عقب الحادثة اللي سميناها نحن حادث الهروب بالمفتاح. وقت اللي مصطفى بن جعفر قرر أن يعلق أشغال المجلس الوطني التأسيسي، وهي عموما حادثة إيجابية لأنه الحادثة ذيك قادتنا الحوار الوطني اللي كانت تحكي عليه مدام سميرة، واللي يعني الحوار الوطني كان منعرج كبير في تاريخ تونس. تم التفكير وقتها في سحب الثقة من مصطفى بن جعفر، أيضا حتى رئيس المجلس النواب السابق محمد الناصر تم التفكير في سحب الثقة منه على ما أعتقد في مارس 2018 بعد الصراع اللي صار على تمديد لهيئة الحقيقة والكرامة اللي ترأسها سيان بن صدرين، وصارت في لائحة سحب ثقة. لكن زوز دوايح هذوما تمش إيداعهم، رشد الغنوشي هو الوحيد اللي تم إيداع اللائحة المتعلقة به. هذا يعني من الزاوية القانونية ننظم صوتي لصوت مدام سميرة أنه الممارسة هذه هي ممارسة ديمقراطية، وهي تؤشر على أنه نحن في مسار ديمقراطي. مدام الممارسة هذه مؤطرة بنص قانوني وما فيهاش تجاوزات، هي ممارسة ديمقراطية إيجابية. هذا من الزاوية القانونية. من الزاوية السياسية حتى الموقعين على لائحة سحب الثقة ما عندهمش أفق واضح، ما فماش أفق سياسي واضح فيما يتعلق بالظروف اللي يخدم فيها رئيس البرلمان أو الرئاسات كلها للبرلمان الثلاث رؤساء. هو منذ البداية توقعنا أنه باش تصير نفس الإشكالات لأنه التجاذبات السياسية كانت حادة، وأنا أعتقد أن رئيس البرلمان ورئاسات البرلمان الثلاثة والبرلمان الكل والمشهد البرلماني والنواب كلهم ضحية الحملات الانتخابية، لأننا إحنا ناس نقود الحملات الانتخابية بالعقل. عندنا حملات انتخابية فيها توجيه اتهامات لاذعة وانتقادات لاذعة، احنا نقص اي خيط رابط ما بين المكونات الحزبيه، وبعدها من الصعب جدا ان الجروح هذه تلتئم. صعب جدا، انا نشوف داخل المجلس الحال يعني فما حتى مكونات حزبيه قريبه من ناحيه الزاويه الفكريه، من ناحيه الارضيه الفكريه، لكن من الصعب جدا ان تربطها في اطار سياسي واحد، لانه في فتره الحملات الانتخابيه قادوا حروب كلاميه شرسه وما خلاو محكيه اخلاقيا سياسيا ما خلاو محكيه على بعض. يعني صعب جدا حتى بخلاف رشد الغنوشي ومدام سميرة وسي طارق، من الصعب جدا ترأس البرلمان الحالي بالمشهد الحالي. يطلب الكلمة مراد. صحيح، أنا استمعت جيدا لنائبة سميرة شواشي وكذلك النائب مبروك كرشيد وكذلك سرحان، تقول أنه اللوائح هي آلية من آليات الديمقراطية، هذا جيد، ولكن المشكل أنه الصراع يدار بالأمزجة مش بالعقل مش بالفكر. ثم أمزجة والخصوم ولو أعداء، هذا الموجود على الأقل في زوز مكونات سياسية في البرلمان واضحة الآن. منذ الانطلاقة كانت الأمور ستؤول إلى هذا أو أكثر. تقول السيدة سميرة احنا الأسبوع القادم سنحيي عيد الجمهورية،
ولكن الآن بعد ما شفناه في التجربة هذه وبعد هالانتخابات، الناس كل مجتمع المدني الفاعلين السياسيين لقاوا رواحهم خارج المشهد وكانوا فاعلين وعندهم تاريخ، يقول لك الجمهورية الثانية الآن على المحك. عن أي جمهورية نتحدث وإحنا عندنا الحال هذا والمشهد هذا وهالمفردات هذه؟ يعني ومتى يعود هؤلاء إلى رشدهم؟ نجم ننتظر حل من الداخل أو حل من الخارج؟ يعني الخارج خارج مؤسسة البرلمان. أنا سأعطي الكلمة للسيدة سميرة الشويشي، بصراحة نستغل وجودها لهنا وحول إجماع الحقيقة في البشناتيك حيز من الزمان مش تحكي لنا، خلينا نحتفلوا ميساج، خلينا نحتفلوا. يعني هذه تمظهرات من معناتها ديمقراطية واللوائح وكل ما يسير في البرلمان، هذا نفرحوا به، احنا نفرحوا ونحبوا نحتفلوا بعيد الجمهورية يوم 25. شنو أعد البرلمان؟ نعم، هو سي مراد معناها صحيح، معناها انه اليوم معناها الجمهورية الثانية قد تكون فما تهديدات تهددها، ما نمشيش حتى نقول على المحك، ربما فما شعوب معناها وصلت لمراحل اكثر من هذه، ولكنها ديما صوت العقل في الاخر يهيمن. لكن الجمهورية ديما كانت حاجة منذ اعلانها، يعني 25 جويلية 1957، وكانت معناها فما سيرورة كانت هنيت فيها، كانت معناها فترات معناها مزدهرة. هذا يخلينا نتمسك به كعيد، معناها كان مطلب شعبي قبل كل شيء، حكم معناها وسيادة الشعب كانت مطلب، وتحقق هذا المطلب بعد الاستقلال ومورسة في المراحل الكل بطرق معناها وبآليات مختلفة. العيد الجمهورية السنة ربما الموضوع حبيناه إعادة القيمة لقصر باردو، لأنه باردو على مر الزمان كانت مقر معناها حكم هذا أكيد، لكن وقع ربما فيما بعد نكران عديد الأشياء اللي تمت في إطار هالمقر هذا كمقر للحكم وكمقر عريق، مش فقط معناها كالبناية ومورسة في الحكم، كان مقر للقوانين للتشريع يعني لمدة قرون الآن، والتشريع معناها تقام معناها في هذا المقر. حبينا حاجة تدور حول هذايا، وهكا علاش سميناها أيام الجمهورية. وبطبيعة الحال معناها إن شاء الله الجلسات الأخيرة هذه تكون مجال نكرس فيها تمسكنا بهالنظام هذا وتمسكنا بالجمهورية. يبدو أنه احنا انخرطنا من حيث لا ندري في الاحتفالات وفي تثمين مؤسسة البرلمان، وقاعدين نقدموا في صور جميلة جدا على البرلمان، وعلى البرلمان كما قالت مش كمبنى ولكن أيضا كتاريخ وكمعلم يعني. وإن شاء الله نتمنى أنه الأسبوع القادم نعود لنصافح الجمهور من داخل البرلمان. أعطي كلمة الختام لأن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة للنائب مبروك رشيد. شكرا. شوفي أنا ساعة مانيش متفق معك مدام سمير في مسألتين. المسألة الأولى هو رمزية باردو التاريخية. باردو هو كان مركز الحكم العثماني الذي يديره منه الأتراك الشأن التونسي، وبرجيوبة إذا كان عنده امتياز أكبر أن حوله بالمركز حكم عثماني إلى مركز لحكم الشعب، وهذيك قطع مع مرحلة استعمار طويلة في تونس، بالتالي كانت عنده رمزيته الاستعمارية. قصر باردو وإن أنتم تقعدوا توا مدام هذاك أمضت فيه اتفاقية الحماية وقت يسلموا الأتراك تونس لفئة الفرنسيين من استعمار إلى استعمار، هذا التاريخ. بالتالي رمزية باردو ما كانش نصعب. بجنب القصر فما الزندالة نتاع باردو، وان كان تم إعدام التونسيين من طرف الأتراك ونفذت أحكام الإعدام في باردو قرب قصر باردو التابع للملك. بالتالي قصر باردو ما عندوش رمزية إلا في أنه وقع تحريره وإعادته للشعب التونسي في ممثليه اللي هم نواب الشعب، وهذا موقف الجمهورية، وهذاك علاش امتيازه في موقف الجمهورية أن قطعنا مع تاريخ سيء في تونس، هو التاريخ العثماني، تاريخ الأتراك، تاريخ قتل الناس، إعدامها، الحكم الفردي، تاريخ الفساد كما تعرف، وما نحبش نذكر أنا أما أقرأ إتحاف أهل الزمان في معرفة أخبار ملوك تونس وبر الأمان حتى تعرفوا اللي تاريخ باردو لم يكن ناصعا. تاريخ باردو إذا كان فيه جانب ناصع هو أنه البرلمان التونسي الذي ناضل عليه التونسيون، رفعوا شعاره مدة قرن كامل، ماتت ناس من أجل برلمان تونسي في سنوات الثلاثينات من القرن الماضي، استرجع إلى الشعب التونسي والآن موجودين فيه ممثلي الشعب التونسي. نحن نريد أن يكون حاضر هذا البرلمان ناصعا.
ثاني مسألة نحب نقولها، أنا مانيش سعيد بأن عملنا لائحة لوم لا في رئيس الحكومة ولا في رئيس البرلمان، بالتالي ما نقولوش ممارسة ديمقراطية وفقط، هي ممارسة ديمقراطية ولكنها كما الطلاق أبغض الحلال عند الله. اتمنينا أن السيد رئيس البرلمان الذي وضعناه يواصل 5 سنوات حتى تستقر، ورئيس الحكومة الذي وضعناه يواصل 5 سنوات، بالتالي التوانسة نقول لهم بألم راهو نعملوا في شيء هذا، ما نش فرحين ولكن السيستم مش به المسألة هذا السيستم معنا ما لو رزموا. احنا لقينا روحنا في حجب ثقة من رئيس البرلمان، احنا كنا نتوقع حجب ثقة منه ولا على الأقل التهديد بلائحة لو، ولكن بالسرعة هذه وفي مدة قصيرة ما حبيناش. أيضا في رئيس الحكومة، قلت رئيس الحكومة مدام شهرين عندي أنا أقصى رئيس حكومة في العالم، بالتالي هذا رو عملناه مالجري معناها اللي احنا تمنوا الاستقرار لتونس لأنه نجم نخدمه. المسألة الثالثة النظام السياسي، ما نغلطوش تونس، النظام السياسي نظام سياسي سيء، هذا عند خدمة بي وأنا قانونجي نعرف القانون مدام نعرفش اختصاص شنو أي به. إذا تعرف هذه الجمهورية الرابعة الفرنسية عاودنا نسخها وأتينا بها إلى تونس، الجمهورية الرابعة الفرنسية جاد يقول بطل قومي فرنسي أنسي كونسانك إش قال؟ أنسي كونسانك إيه أنسي كونسانك لأن هما التحرير بعد 10 سنوات أنسي كونسانك جاء قال ستوب الجمهورية الرابعة يجب أن تنتهي. إحنا قوانين اللي عملناها كم الجمهورية لا يمكن الحكم بدستور كما دستور الجمهورية الرابعة. شوف فرنسا تو، فرنسا مش ديمقراطية، ديمقراطية فرنسا، أما الصباح عينه رئيس حكومة، الصباح نحو رئيس حكومة، العشية عينه رئيس حكومة، والحكومة تشكلت ودخلت تخدم. احنا تو الحكومة حبنا نقعدوا في العود شهرين، بالتالي سنناقش كل هذه المواضيع في حلقات قادمة لأنه الوقت أما فقط حبيت نقول ميلزمناش نزينه. احنا في عصر رقمنا مدام سميرة، وانا قلت لك أختي ونتحدث معاك بقلب مفتوح، احنا في عصر رقمنا ديقول فهمها في 10 سنين، احنا المفروض نفهموها في عام، احنا تأخرنا شوية فهمنا في 4 سنوات اللي النظام هذا مصلحة شيء. ألور نمشوا نعملوا حكومة ونعملوا حوار وطني تكوني حاضرة فيه انتي كما الحوار هذاك باش نعدلوا النظام السياسي ونعدلوا النظام الانتخابي باش تونس يستقر شوية. سرحان كلمة الختام بالنسبة لك. للمرة الثانية استفزني في السي مبروك لأنه تحدث على موضوع مهم جدا اللي هو تغيير النظام السياسي. أنا اليوم حلقة الاستفزازات يعني هو أعتقد أنه مش نغير الصورة الحالية أكيد مش نغير الصورة الحالية للبرلمان مطروح على البرلمان الحالي على الأقل حاجتين. أولا ضرورة تعديل النظام الداخلي للبرلمان وإضافة مدونة سلوك تكون حازمة باش ما نوصلوش فترة من فترات لحالة انسداد والبرلمان هذا يصاب بحالة شلل كلي، هذا أولا. ثانيا ضرورة تعديل النظام الانتخابي باش نفرزوا على الأقل مشهد برلماني آخر بملامح أخرى وبمواصفات أخرى، ونجموا على الأقل عنا مساحة سياسية معينة تلتقي فيها العديد من الأطراف السياسية ما نكونوش في المستوى هذا. هذا يجرنا إلى المعطى الثالث اللي هو تغيير النظام السياسي كان يحكي لي سي مبروك، لأنه ضرورة تعديل النظام الانتخابي تو قبل تعديل النظام السياسي مسألة مهمة جدا. هذه 3 عناصر أساسية مطروح على البرلمان الحالي إما أنه يمشي فيها، إما أنه هذه الصورة اللي شفناها في الأسبوع هذا ستتكرر على امتداد 5 سنوات ويمكن أكثر. مراد أنت ماكش مستفز يعني ما استفزك حتى حد، مش استفزك لا استفزني الوضع مش مستفزني الوضع أنا فقط أنا حتى في دقيقة حتى أقل حتى في ثمانية حتى بعد مش نعطي كريم أنا قلت أن المشهد مخيف الشوي. أنا قلت المشهد مخيف ولكن بحضور النائبين على الأقل اللي نحس أنه ثم صوت من العقل ومن الحكمة أنه المشهد ذا وهالطريق المخيف ذا يولي طريق فيه ضوء في نهاية فيه أفق في نهاية المطاف، هذا ما نعول عليه. 2 الاحتفالات بعيد الجمهورية ماذا بينا تكون فرح. فرح ماذا بينا ثم مودة بين الخصوم باش ما نقولش أعداء، ماذا بينا تقولوا نظام السياسي أوكي نظام السياسي فيه مشكل ولكن نعدل ما بداخله نجم نعدل فيه ولكن مش نلغيه كليا ونستكمل كل المؤسسات والهياكل أضم صوتي وبعدين نحكم عليه. 3 أنا نعول على شخصية الحكماء أو من ننتخبني، يعني ثم ممارسة سياسية علينا أن نغير آليتها، علينا أن نتخلص من الإيديولوجيا، علينا أن يكون الإنسان هو محور شغل وتفكير السياسة والسياسيين مش الإيديولوجيا. لو نفكر في هذا نتصور أنه الطريق سالك
بعد إذنكم، بعد إذنكم ختامها مسك، وباش نعطي لسميرة الشاويشي تخدم. شكرا نعيشك سيد هدى والحاجة على الاستضافة هذه. أنا مع التاريخ اللي ذكره السي مبروك، معناها صحيح أنا عندما قلت نثمن مؤسسة البرلمان التونسي مش معناها رانا نثمن ونلمع تاريخها، معناها وأنه تاريخها كان ناصح أبدا، اللي ذكرته صحيح، لكن زاد البرلمان هذايا أول طريق مبلطة قامت بها الدولة الحفصية كانت من تونس العاصمة المدينة في اتجاه باردو، عندما تم عام 55 الأمر العالي في انتخاب معناها مجلس قومي تأسيسي، هذا المجلس التأم في هذا القصر، أعد 3 سنوات الدستور التونسي، المراحل جلولي فارس عندما رفع الدستور رفعه في هذه القاعة، القاعة القديمة في برلمان التونسي. يعني كي نقولوا نثمنوه بتاريخه السلبي والإيجابي، معناها هي التاريخ هو عبرة في نهاية الأمر. اليوم البرلمان هذايا نقول أنا معناها يلزم صوت العقل يحكم عليه. صوت العقل علاش يعتمد؟ يعتمد أول شيء على الالتزام بالمؤسسات، على احترام الدولة. الدولة اليوم هي الخيمة اللي يلزمها بقواعد اللعبة اللي فيها، اللي موجودة، يلزمها معناها تسير بسير عادي، وحتى تغيير قواعد اللعبة يلزم يتم بهذه الشرعية والمشروعية. أنا معكم، أنا مش مع الشرعية الصماء اللي ما تشوفش اللي فما مشروعية قد تتغير بين الحين والآخر، لكن دائما الالتزام بمؤسسات الدولة، الالتزام بالشعب التونسي. الشعب التونسي اليوم تعب وما عادش ينجم يزيد يتعب الحقيقة، ما عادش نجم نطلب منه حاجات ما أكبر. واليوم أدعو كل العقلاء في مجلس نواب الشعب، راهو الحياد عندما يكون سلبي راهو ليس جيدا. أنا ندعو الناس الكل اللي عندها كل معناها حب في الناس في الشعب اللي انتخبها، وعندها حب لها الدولة وحب العمق التاريخي متاع تونس، اليوم اليد في اليد الناس الكل، وننقذها ونحكموا معناها صوت العقل، ونحاولوا نجمعوا مش نشتتوا. ونحن أيضا نعول على صوت العقل لأسباب موضوعية وذاتية. نحن نريد أن نكون في الأسبوع المقبل في رحاب مجلس النواب ونصافح مشاهدينا من داخل مجلس النواب. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الاستثنائية والتغطية الخاصة. في النهاية يعني أجدد الشكر لضيفي السيدة سميرة الشواشي، نائبة رئيس، النائبة الأولى لرئيس مجلس النواب، والنائب مبروك كرشيد النائب المستقل. شكرا على تلبية الدعوة. أشكر أيضا مراد وسرحان، وإلى اللقاء في نفس التوقيت، وإن شاء الله نكون من داخل البرلمان.